السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. ما راح أطول عليكم، الفيديو اليوم راح يحكي عن الجواز السفر الجزائري. أنا في عندي كتير مشتركين من الجزائر، تحياتي للجزائر وأهل الجزائر، فكان هيك عم بعمل هذا الفيديو. وكل شيء فيديوهات عم بعملها عندي بالقناة بتحكي عن الجوازات، تمام؟ كمان يعني أغلبية البلاد اللي عم بحكي فيها أنه بيكونوا مشتركين عندي بالقناة، وبالإضافة رح أحكي عن كل البلاد إن شاء الله بالمستقبل. اليوم رح نحكي عن الجواز الجزائري، وين بإمكانكم تسافروا على أي بلد بدون تأشيرة، أو بالإضافة أنه توصلوا على المطار وتاخذوا التأشيرة من المطار، تمام؟ رح نشوف بهذا الفيديو هذا الموضوع إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكثر عدد ممكن المشاهدات. يلا خلينا نبلش. تمام، هلا رح نبلش اول شيء بالبلاد يلي بدون تأشيرة. يعني الناس من الجزائر اللي معهم جواز سفر جزائري بيسافروا على هدول البلاد بدون تأشيرة، يعني بيطلعوا فوتوا بدون تأشيرة عادي على البلد، تمام؟ حنبلش هلا. أول بلد المغرب، جزر كوك. يا جماعة في أسماء بصراحة صعبة ما راح أحسن أذكرها، فبتقروها أنتوا يعني إذا أنا ما قريتها، تمام؟ مغرب، جزر كوك، دومينيكيا، الإكوادور، ميكرونيزيا، غينيا، هونغ كونغ، هايتي، اندونيسيا، مالي، موريتانيا، ماليزيا، نيوي، السنغال، جمهورية العربية السورية، تونس، سانت فنسننت. شايفين على الاسم؟ والله ما بعرف شو الاسم، اول مرة بشوف هاي البلد بسمع فيها. المهم هي البلاد اللي بتحسن تسافروا عليها بدون تأشيرة، تمام؟ طيب هلا خلينا نروح على البلاد يلي بتحسنوا تسافروا عليها بس بتاخذوا التأشيرة من المطار. يعني بس توصلوا على المطار بتاخذوا التأشيرة من المطار. نكبس عليها هون. لبنان، إيران، بنين، بوليفيا، الرأس الأخضر، جيبوتي، غانا، غينيا بيساو، الأردن، كينيا، كمبوديا، جزر القمر، سريلانكا، مدغشقر، ماكاو، موريشيوس، جزر المالديف، موزمبيق، ديكاراغوا، نيبال، بالو، رواندا، سيشيل، الصومال، توغو، طاجكستان، تيمور ليشتي، توفالو، تنزانيا. اول مره بسمع بهالبلاد يا جماعه. اوغندا، ساموا، اليمن، زيمبابوي. هدول البلاد اللي بتحسنوا تسافروا عليهم بس توصلوا على المطار بتاخذوا التأشيرة من المطار، تمام؟ خلينا نشوف اذا في بلاد بتحسنوا تسافروا عليها انه تاخذوا التأشيرة على الاونلاين، تطلبوا التأشيرة بالاونلاين، نكبس عليها هون. او ما في يعني حصرا البلاد اللي ذكرناكم اياها بدون تأشيرة والتأشيرة عند الوصول الى المطار، تمام حبايبي؟ هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن المشاهدات. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.